السلام عليكم. نشرح في هذا الدرس عن اللوكيشن أو تحديد موقع الجهاز. في البداية هناك خطوات لتهيئة التطبيق لنجعله يدعم اللوكيشن. الخطوة الأولى بأنه أفتح البروجكت ومن ثم أنتقل إلى الجرادل سكريبت ومن ثم أضغط على البيلد جرادل ولكن خيار الثاني المودل أب. ومن ثم لو أنزل في الأسفل نشوف بأن هناك مجموعة من الimplementation. أوكي؟ فبالتالي يجب أن تضيف هذا الimplementation. إذا نوقف الفيديو ومن ثم اكتب هذا السطر. طبعا أي سطر أنت تكتبه، يعني على سبيل المثال لو أكتب سطر جديد أو أحذف سطر جديد، شوف بأنه يظهر لي هذا الخيار أنه تعمل sync now حتى يعمل implementation، يعني تحميل لهذه المكتبة. فبالتالي أنت المفروض بأنه تضيف هذا السطر. فهذه هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لو تذهب إلى هذه الإيقونة اللي هي خاصة بالـ SDK Manager ومن ثم نذهب إلى الـ SDK Tool ونتأكد من أنه هذا الخيار موجود عليه علامة صح. إذا Google Play Services نتأكد من أنه هو Installed. إذا لم يكن منصب فقم بتنصيبه. فهذه هي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة بأنه تذهب إلى ملف الأندرويد Manifest وتقوم بكتابة هذين السطرين. إذا Uses Permission Access Find Location وUses Permission Access Course Location. فإذا تعطي سماحية للتطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. فهذه خطوات التحضيرية. في ملف الـ XML أنا عملت تصميم بسيط. على سبيل المثال استخدمت Relative Layout، ممكن تستخدم نوع آخر إذا كنت تحب ذلك. بداخل هذه Relative Layout موجود عندي 4 Text View. فإذا Text View 1, 2, 3, 4 الأول أعطيته كلمة Latitude والثاني أعطيته كلمة Longitude والثالث أعطيته مقدار Latitude اللي هو مبدئيا 0.0، يعني فيما بعد سنغير هذه القيمة. كذلك مقدار Longitude هو 0.0 وأعطيتهم بعض الخصائص. أكيد نلاحظ بأنه الID الخاص بالLatitude هو text 1، اما هذا هو text view 2، كذلك هذا text view 3، وكذلك هذا text view 4. اوكي نذهب الان الى ملف الكوتلين. في البدايه ممكن اعرف var اسمه google api client. اذا نشوف بانه هل تريد تعريف متغير google api client يكون نوعه google api client، اضغط انتر. ممكن نحدد النوع، فالنوع هو google api client. طبعا اسم المتغير يبدأ بالسمول لتر والنوع يبدأ بالكابيتال لتر. الآن لاحظ المفروض بأن نكتب علامة استفهام يساوي نل. أوكي؟ لكن لو أريد بأنه أحذف هذه أكيد سيعطيني إرر كومبايلر بأنه ما يتقبل مني أعرف متغير بهذه الصورة. فممكن على سبيل المثال أستخدم ليت إنت. إذا ليت إنت var ومن ثم جوجل أي بي آي كلاينت، يعني حتى يسمح لي بأنه ما أكتب يساوي null، يعني يسمح لي بأنه أعرف المتغير بهذه الصورة، أكتب late init. late init بمعنى أنه سأعطي قيمة لهذا المتغير فيما بعد، يعني تطلب منه أنه ما يعطيك error لأنه أنت ستعطي قيمة لهذا المتغير فيما بعد. late init لا تستخدم إلا مع الفار، يعني ما بعد late init لا تكتب var نهائيا، سيعترض عندك. يجب أن تكتب var على اعتبار انه ستعطي قيمة لهذا المتغير فيما بعد، فتحتاج الى ان تكون var وليست val. كذلك ممكن اعرف متغير اخر، اذا late init var وليكن اسمه fused location provider client. اوكي بهذه الصورة. ايضا في البداية ممكن نعمل شيء تنظيمي بسيط بانه نعمل override لفاكشن اسمها onStart. بهذه الفاكشن ممكن انه اتصل بالجوجل اي بي اي كلاينت، يعني هذا المتغير اللي اسمه Google API Client مجرد انه استدعي واكتب dot connect، استدعي الدالة connect. كذلك اعمل override the function اسمها on destroy ومن ثم ايضا استدعي هذا المتغير الـ Google API Client ومن ثم dot disconnect. هذه الدوال on start و on destroy هي مثل دالة الـ on create، يعني مثل ما انه عندي دالة on create يعني عند انشاء التطبيق، فنفس الحالة عندي دالة اسمها on start يعني عند بدء التطبيق. ال on start تنفذ قبل ال on create، اما ال on destroy عند انهاء التطبيق يعني تنفذ في النهاية.
ففي البداية on start عند بدء التطبيق سيقوم بالاتصال بالجوجل اي بي اي كلاينت، وعند غلق التطبيق سيقوم بقطع الاتصال بالجوجل اي بي اي كلاينت، فهذا شيء تنظيمي يعني. كذلك هذا كلاس المين اكتيفيتي في البداية نحتاج بأنه يرث من مجموعة من الانترفيس، يعني هو يرث أصلا من كلاس الاب كومباكت اكتيفيتي، كذلك نجعله يرث من انترفيس اسمه كونكشن كالباك. لو أضغط على انتر نشوف بأن هذا الكلاس موجود بداخل جوجل اي بي اي كلاينت. إذا من جوجل اي بي اي كلاينت يرث من الانترفيس كونكشن كالباك. كذلك أحتاج أنه أرث من انترفيس آخر، فمرة أخرى الجوجل اي بي اي كلاينت دوت وأرث من انترفيس اسمه on connection failed listener. إذا أضغط انتر الآن سيعطيني error لأن المفروض أعمل implement لكل الممبرز، فإذا أضغط على implement وأحدد الكل ومن ثم أضغط على OK. طبعا ممكن أحذف هذه مبدئيا، ممكن أنه أنظم المشروع بحيث أنه أخذ هذه cut ومن ثم أضعها في النهاية أو في أي مكان آخر على سبيل المثال ما بين ال on start و on destroy، يعني بهذا المكان. الآن تلاحظ هذه ثلاث دوال موجودة بهذا المكان، الـ On Connect والـ On Connection Suspended و On Connection Failed. Suspended بمعنى شيء عالق، يعني شيء متوقف لفترة مؤقتة. On Connection Suspended يعني عندما يتوقف الاتصال لفترة مؤقتة، عندما يكون الاتصال عالق. بينما On Connection Failed يعني عندما يفشل الاتصال بشكل نهائي. بينما On Connected يعني عند الاتصال، فعند الاتصال ماذا تريد أن تفعل؟ ففي البداية ممكن أن نقوم ببيلد للجوجل اي بي اي كلاينت، يعني ننشئ فاكشن خاصة بنا وليكن اسمها بيلد جوجل اي بي اي كلاينت، ومن ثم أستدعي المتغير اللي اسمه جوجل اي بي اي كلاينت وأعطيه قيمة. من كلاس الجوجل اي بي اي كلاينت أستدعي البيلدر، هذا البلدر يستقبل مني فقط الكونتكست وممكن امرر الذس. طبعا الان سيعطيني ايرور لان المفروض انفذ مجموعه من الدوال. الداله الاولى هي الات اي بي اي، طبعا اذا كتبت الدوال في سطر واحد يصبح السطر طويل فممكن انه انزل سطر اوكي، ومن ثم اكتب اد اي بي اي واضيف في البدايه الاي بي اي اللي هو اللوكيشن سيرفيسز دوت اي بي اي. كذلك احتاج انه اضيف داله اخرى اسمها اد connection callback، يعني بما انه ورثت من انترفيس اسمه connection callback فبالتالي المفروض بانه استخدمه، يعني add connection callback ومن ثم نمرر this اكيد. كذلك المفروض بانه نضيف الانترفيس الاخر، اذا add on connection failed listener ومن ثم ايضا نمرر this، وفي النهاية نستدعي دالة البيلد حتى يقوم بالانشاء. شوف بانه الان اختفى عندي الايرور. إذا هذه فاكشن أصبحت جاهزة اللي هي Build Google API Client. كل ما علينا بأنه نستدعي الفاكشن في دالة الـ On Create. فإذا Build Google API Client بهذه الصورة. فهذا بالنسبة للمتغير الخاص بالـ Google API Client قمنا ببنائه. بالنسبة للمتغير الثاني اللي هو Fused Location Provider Client، في البداية نستدعي هذا المتغير ومن ثم يساوي من الـ Location Services نستدعي دالة الـ get fused location provider، وهذه الدالة تستقبل context فنمرر لها this أكيد بهذه الصورة. فالآن هذا المتغير الـ fused location provider أصبح عندي جاهز. الآن سنقوم بتحديد الـ latitude والـ longitude. في البداية الـ latitude والـ longitude بمعنى خط الطول وخط العرض. إذا قمت بمعرفة أو بحساب خط الطول وخط العرض فمعناها قمت بتحديد موقع الجهاز. فهذا هو ملخص هذا الدرس. إذا في البداية نحتاج إلى أنه نغير هذه القيمة إلى مقدار خط الطول وخط العرض. نتذكر بأن هذا هو text view 3 وهذا هو text view 4. أوكي؟ فالآن نذهب إلى دالة الـ on connected. إذا عندي ثلاث دوال on connected, on connection suspended عندما يكون الاتصال عالق وعندما يفشل الاتصال. فنحن اللي يتهمنا حاليا هو الـ On Connected. فإذا نستدعي هذا الـ Fused Location Provider ومن ثم تخبر بأنه يجلب لي آخر Location موجود للجهاز. فإذا dot last location يعني أعطيني الـ Location الأخير أو المكان الأخير الخاص بالجهاز، ومن ثم أستعمل دالة add on
success listener أكيد الأسهل إنه استعمل lambda expression. And on success listener يعني عند النجاح افعل كذا. عند النجاح بأنه ينجح بأنه يعطيني آخر موقع للجهاز فافعل كذا. ما الذي تريد أن تفعله؟ نريد أن نغير قيمة text view 3 و 4. فإذا text view 3.text يساوي كذلك text view 4.text يساوي. الآن لاحظ بهذا المكان أنا موجود في fused location provider client dot last location dot add on success listener ومن ثم فتحت أقواس اللامدا expression يعني هذه higher order function دالة ذات مستوى عالي. فإذا أكتب it ومن ثم عن طريقها أصل إلى longitude واللاتيتيود. إذا it dot latitude ومن ثم مجرد أن تحولها إلى string. كذلك بهذا المكان عن طريقة أصل إلى قيمة اللونجيتيود ومن ثم أحول هذه القيمة إلى سترينج بهذا الشكل. إذا هذا هو ملخص هذا الدرس بأنه عند الاتصال بالجوجل API Service فأعطيني آخر موقع للجهاز وحدد اللاتيتيود واللونجيتيود بمعنى خط الطول وخط العرض وخزنهم في مكان معين أو أعرضهم في مكان معين. أما كل الخطوات السابقة فهي كانت عبارة عن خطوات تهيئة. الآن نضغط على البرنامج. الآن لاحظ عمل عندنا تطبيق بهذا الشكل. تلاحظ بأنه هو أصلاً لم يجلب لا خط الطول ولا خط العرض ولم يجلب أي قيمة. السبب بهذا بأنه المفروض أنه تعمل add permission يعني تظهر مربع حوار وتطلب من المستخدم هل تريد السماح لهذا التطبيق بالوصول إلى موقع الجهاز. فإذا ضغط السماح بالتالي يقوم بتحديد موقع الجهاز. لكن الآن سأستخدم شيء بديل فقط للتجريب، لكن هذه طريقة خاطئة لا تستخدمها، وإنما المفروض بأنه يجب عليك أن تظهر مربع الحوار وتبرمج الـ Add Location مثل ما فعلنا في الدرس السابق. لكن الآن سأذهب إلى Setting ومن ثم أذهب إلى الـ Apps ومن ثم أذهب إلى اسم التطبيق اللي هو My App 03 ومن ثم أذهب إلى الـ Permission. أوكي نشوف بأنه يظهر لي خيار بأنه هذا التطبيق يريد بأنه السماح الوصول لموقع هذا الجهاز، فبالتالي سنعطيه البيرميشن. لكن مرة ثانية أذكرك بأنه هذه الطريقة خاطئة، يعني لا تدع المستخدم بأنه يذهب إلى الإعدادات ومن ثم يعطي السماحية، وإنما يجب أنه بداخل التطبيق يظهر مربع حوار تخبر المستخدم هل تريد الوصول لموقع هذا الجهاز وهو سيسمح لك بذلك. الآن لو ندخل على التطبيق من جديد بعد ما أعطينا إلى السماحية، أوكي نشوف بأنه فعلا تم تحديد خط الطول وخط العرض اللي هو latitude واللونجيتيود. لو كان الشخص بحالة حركة مستمرة فكيف يمكن تحديد موقعه؟ إذا في البداية ممكن نجزئ هذا السطر ونجعل class main activity يرث من interface آخر اسمه location listener. فإذا location listener بهذه الصورة. إذا location listener هذا الانترفيس يقوم بالتصنت على اللوكيشن. فإذا كان الشخص في حالة حركة مستمرة ممكن تحديد موقعه. الآن سيعطيني ايرور لأن المفروض أعمل امبلمنت للممبرز. فنشوف بأنه يعني عندي دالة واحدة اللي هي on location changed. ممكن أن أنفذ هذه الدالة لكن على سبيل المثال ممكن أحذفها وأضعها في الأسفل على سبيل المثال بهذا المكان. هذه الدالة باختصار ممكن نأخذ الأكواد الموجودة بدالة الـ unconnected، نأخذ هذه السطرين copy ومن ثم نغلق الدالة ونلصقها بهذا المكان يعني في دالة الـ onLocation changed. لكن الآن بدل هذه الـ it ممكن نضع الـ pnot على اعتبار أنه هذه الدالة فيها باراميتر واحد pnot هو يمثل الـ location. فإذا pnot.latitude وكذلك pnot.longitude. الآن يطلب مني not safety فممكن أضعها بهذه الصورة. الآن باختصار يعني بهذه الطريقة لو كانت هناك حركة للشخص بصورة مستمرة فيمكن أنه أحدد خط الطول وخط العرض بشكل مستمر، يعني لو مهما يتحرك الشخص فيتم تغيير خط الطول وخط العرض بشكل مستمر. لكن موضوع الـ changed location فيه تفاصيل كثيرة جدا، فهذا ببساطة يعني بشكل مبدئي انه استعمل دالة الـ onLocationChanged.